أصبع بيع الهجيم. شو مكتوب على بيع هناك سنتكلم عنه. إذا هذا هنا قباء. سمعنا في قباء خلاص. هؤلاء أغرباء أهل قباء من نفس العائلة من نفس بني عمرو بن عوف. اسمهم بني جحدمة. وقلنا كان يصلي في هذا المصلى قديما مصعب بن عمير وسالم مولى أبو حذيفة كانوا أئمة في هذا المكان يأمرون بالناس. وهذا هو البئر القديم بئر الهجي. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم مغلق. أنا كنت هنا أمس كان في زحمة شديدة ربما حصلت بعض الازدحامات أو السقوط بعض الأشياء أو كذا. المهم هذا هو بئر بني جحجبة أو بئر الهجيم عفوا ومصلى بني جحجبة أو مصلى العصبة. نعم هذا هو البئر. اليوم أغلقوه ما أدري لماذا. المهم وهذا هو المصلى القديم الذي كان يصلي فيه قلنا مصعب بن عمير وسالم مولى أبو حنيفة. بسم الله. طبعا هذه المزارع اللي فيها المزرعة يجعلون لكل نخلة حوض خاص بها كما ترون. هذا مكلف جدا بناء الحجارة على كل نخلة. هذا تمور هذا كل هذه يأخذ منه تمور المدينة. الذي ترى معلق بجانبه هذا الأخضر هذا من العجوة. تمر العجوة لابد أن يكون في هذا الكيس حتى يتساقط كل ما ينضج يتساقط. لأن العجوة لا غالبا لا يستخدمونها رطب وإنما يستخدمونها إذا أصبحت تمرة. صح بسم الله.